السلام عليكم. النهاردة هكلمكم على موضوع بخصوص generating virus-free plants by tissue culture technique، أو إنتاج نباتات خالية من الفيروس باستعمال تقنية مزارع إنسجام. عندنا في طب النبات أو ما يعرف بالplant medicine، أطباء النبات بيميزوا بين نوعين من الإصابات في النبات. الإصابات دي يسموها الإصابات الموضعية أو local infections، أو أحياناً يطلق عليها localized infections، وإصابات أخرى بيسموها systemic infections أو الإصابات الجهازية. في الإصابات الموضعية اللي هي local infections، الباثوجين اللي هو المسبب المرضي بيدخل النبات، سواء كان هذا المسبب فيرويد أو فيروسويد أو فيروس أو ريكتيا أو بكتيريا أو فانجس، أيا كان بيدخل النبات ويغزوه ويحتل مساحة محدودة local area ومن الأنسجة، وبعد كده يتوقف. تعرف هذه المساحة باللوكال ليجون أو القرحة الموضعية. هذه القرحة الموضعية قد تكون مسحوبة ببعض النكروسيس، والنكروسيس اللي هو موت الأنسجة، تيشو نكروسيس أو موت الأنسجة، ويطلق على هذه الحالة اللي يحدث فيها لوكاليزيشن، يعني توقيف للفيروس من الانتشار مسحوبا بالنكروسيس، بيسموها تفاعل زيادة الحساسية أو ما يطلق عليه الهايبر سينستيف رياكشن. في الإصابات الجهازية اللي هي السيستميك انفكشنز، المسبب المرضي بيخش النبات وينتشر في كل جسمه ويشمل كل أجهزته. لهذا السبب الأجهزة اللي هي سيستمز، يعني فبينتشر في الشوت سيستم المجموع الخضري اللي فوق سطح الأرض، والروت سيستم أو المجموع الجذري تحت سطح الأرض، وبالتالي يبقى منتشر في كل النبات ويطلق على هذا النوع من الإصابة السيستميك انفكشن. السلايد اللي قدامنا جايز توضح الحالة دي، مبينة الحالتين اللوكالايزد انفكشن والسيستميك انفكشن. في الإصابات الفيروسية، انتوا عارفين النبات بيصاب بكثير من المسببات اللي احنا ذكرنا أساميها من شوية. ففي حالة الإصابات الفيروسية هناخدوها كمثال، بيبقى عندنا الحالتين اللي قدامكم دي. السلايد اللي على الشمال باين فيها إصابة موضعية local infection، وباين على شكل necrotic local lesions، قرح موضعية ميتة. هذه القرح الموضعية الميتة باينة في أماكن مختلفة على سطح الورقة، ويتخللها مساحات خضراء. بتبقى الإصابة قصرة على هذه المساحات الميتة. أما في السلايد اللي على اليمين، الشكل اللي على اليمين أو الصورة اللي على اليمين، هي نبات دخان زيه زي النبات اللي ظاهر عليه اللوكالايزد انفكشن، ولكن النبات اللي على اليمين عليه سيستميك انفكشن. في حالة السيستميك انفكشن بتظهر أعراض عديدة، من أهمها العرض اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي بيسموه أطباء النبات الموزايك. وكلمة موزايك معناها إيه؟ معناها إن الورقة بدل ما يبقى لونها أخضر يونيفورم كده، يعني أخضر يعني منسجم ومستمر، يتقطع اللون، يبقى حتت خضراء غامقة مع حتت خضراء فاتحة أو صفراء. هذه الأعراض بيطلق عليها الموزايك. في الإصابات الموضعية بقى، اللي هي الحالة اللي على الشمال، إيه رأيك لو خدنا بقعة كده من البقع اللي باينة دي اللي هي النيكروتيك لوكال ليجونز ونحطها قدامنا كده؟ القرحة دي بتشغل مساحة تقريبا قد راس دبوس، أو يمكن راس مسمار أحيانا، يا إما تزيد عن كده قليلا يا إما تقل عن كده قليلا أو كثيرا، إنما هي في المتوسط بتبقى بالحجم ده. هذه المساحات الميتة لو أنت شايفها كده، تلاقي الفيروس محصور فيها وفي شوية خلايا قليلة قوي حواليها. أما النسيج الأخضر اللي محيط اللي هو بيتخللها، بيتخلل هذه النيكروتيك لوكال ليجونز، بيبقى سليم ما فيهوش فيروس. ولذلك بتظهر المناطق اللي هي النيكروتيك لوكال ليجون دي كأنها جزر ميتة في بحر من النسيج الأخضر السليم. طبعا بما ان خلية النبات لا ترى بالعين المجردة،
فانت توقع ان البقعه اللي قدامك دي بتتكون او بتشمل الاف من الخلايا. الاصابه اصلا بالفيروس حصلت في خليه في وسط الالاف دي، يعني في مركز البقعه تقريبا. فلو تصورنا الفيروس يعني يشبه البندق بتاع رمضان اللي احنا بناكله ده، وانا عندي ان هو نموذج لجسم شبه الجزء الفيروس بالظبط. يعني انت لو الناس اللي بيجي لها زكام كومن كولد او فلو وتاخد نقطه ساعات بتنزل ديستشارج كده سوائل من مناخيرها، لو خدت نقطه وشفتها تحت الالكترون مايكروسكوب اللي هو الميكروسكوب الالكتروني اللي بيكبر الاشياء بشده، فهتشوف كانك بالظبط جايب شوال بندق بتاع رمضان ومبحتره في الارض. كل بندقايه لو مسكت بندقايه هي دي جزء الفيروس اللي بيسموها الفيروس بارتيكل. هذه الفيروس بارتيكل طبعا لو كسرتها مش هتلاقي بقى جوه الجزء اللي انت بتاكله، لا هتلاقي جوه حته سلكه كده عامله زي سلك النور بالظبط. هذه السلكه قد تكون دي ان ايه او ار ان ايه اللي هي الماده الوراثيه بتاعت الفيروس، والقشره بتاعت البندق هتبقى تقابل ما يسمى بالغلاف البروتيني للفيروس. يبقى اذا الفيروس مكون من غلاف بروتيني يشبه القشره بتاعت البندقيه وجواه الماده الوراثيه بتاعته اللي قد تكون دي ان ايه او ار ان ايه، واحيانا في حالات نادره جدا قد يتواجد ار ان ايه مع الدي ان ايه، بس ده مش موضوعنا النهارده وبالتالي مش هنعلق عليه. انما المتعارف عليه ان الفيروس يا اما في دي ان ايه بس يا اما في ار ان ايه بس. فلو جبت جزء فيروس زي ده ودخلته في احدى خلايا، هو طبعا بيخش بطرق مختلفه ليها اليه وميكانيكيه مش موضوعنا النهارده، انما لو تصورنا ان الفيروس ده استطاع ان يصيب خليه من على سطح الورقه ودخل جواها، طبعا بيخش جواها بيتضاعف، بعد شويه تهز الخليه تلاقيها مليانه بندق، يبقى الفيروس تضاعف جوه مين؟ جوه هذه الخليه. طبعا بيطلع من هذه الخليه ينتشر البندق من الخليه اللي تضاعف فيها الى كل الخلايا في كافه الاتجاهات، يفضل ينتشر من خليه لخليه كده لغايه ما يحتل مساحه محدوده اللي سميناها اللوكال اريا. هذه اللوكال اريا او المساحه المحدوده الفيروس بيتوقف عندها او بعد ما يوصل لها وينتشر في هذه المساحة الضيقة يتوقف عن الانتشار. محدش عارف ليه بيتوقف. اللي يعرف انا اؤكد ان الصبح هياخد جائزة نوبل. طيب دي في حالة الاصابات اللوكالايزد اللي هي الموضعية. اما في حالة السيستميك انفكشن بقى، فالفيروس لما بيخش في الخلية بيتضاعف جواها وينتشر منها الخلايا المجاورة ويفضل ينتشر بالمنظر ده ويروح طالع من الورقة يطلع في الستيم اللي هو الساق ويطلع لفوق ويغزو خلايا كل الأوراق بتاعت النبات، فتلاقيه انتشر في كل الشوت سيستم أو المجموعة مين؟ المجموعة الخضري. ومش كده وبس، ده ممكن ينزل لتحت كمان ويوصل لخلايا الجذر وينتشر جواها ويصيب النبات كله سيستميكالي أو جهازيا. مشكلة الإصابات الجهازية دي مشكلة كبيرة جدا، خاصة في النباتات اللي بتتكاثر فيجيتاتيفلي أو خضريا، زي مين مثلا؟ زي الموز، زي القصب، زي البطاطس، زي البطاطا، زي الفراولة. كل هذه النباتات بتتكاثر خضريا بما يسمى بالفيجيتاتيف بارتس اللي هي الأجزاء الخضرية اللي هي بتستعمل في عملية الإكسار أو البروباجيشن. فمثلا في حاله البطاطس، انت بتزرع البطاطس ازاي او بتكترها ازاي؟ بتروح تجيب درن البطاطس من نبات، والدرنه بتبقى شكلها عامل زي ده كده. هذه الدرنه بتقطعها عده قطع وليكن اربع قطع بحيث تضمن ان كل قطعه فيها الحفره اللي موجوده على الدرن دي، اي واحد يفحص الدرنه يلاقي عليها حفر كتيره. الحفره دي بيسموها العين الاي، وجواها بض برعم. البرعم ده لما ينمو يديك نبات جديد. فانت لما بتقطع البطاطس عده قطع لازم بتضمن ان كل قطعه فيها عين من العيون الغائره دي، تيجي تزرعها تقوم تطلع لك نبات او اكتر، يعني لو كان في اكتر من برعم في العين. لو انت جايب البطاطس دي من نبات عيان فبالتاكيد هيبقى جوه خلاياها الفيروس موجود،
وبالتالي لما تستعملها كتقاوي وتقطعها وتزرعها، النباتات اللي هتطلع هيبقى عيانة زيها زي ايه النبات اللي جبت منه الدرن اللي استعملتها في الزراعة. ولذلك الإصابة بتنتقل من الجيل الأولاني اللي هو النبات اللي جبنا منه الدرنة إلى الأجيال التالية. طبعا النبات الجيل اللي جاي اللي طلع هيطلع عيان لو خدت منه درنات واستعملها بعد كده عشان أزرع بطاطس مرة تالتة أو مرة تانية، يعني هتلاقي النباتات أخرى طلع عيانة وهكذا. ولذلك الإصابة تفضل تنتقل من جيل إلى جيل بطريقة أبدية لا نهائية. طبعا المحصول بيتدهور وممكن ايه ما تعرفش تاخد منه بعد كده انتاج خالص يعني. فتصور معايا دلوقتي ان في بلد معينة كل نباتات البطاطس مصابة سيستيميكالي بالفيروس، هنعمل ايه؟ ناخد درنات سليمة منين؟ عندنا حلين، يا اما نروح نستوردها، وده اللي بيحصل في مصر، بنروح نستوردنا من هولندا وبيجي معاها شهاده يقول لك سيرتيفايد سيد. سيرتيفايد سيد يعني ايه؟ تقاوي معتمده خاليه من الفيروس، فيروس فري. طب افرض هولندا ما عطتناش سيرتيفايد سيدز نزرعها، يبقى نعمل ايه؟ هنا بقى المشكله. فهل يمكن الحصول على نبات بطاطس من كل هذه النباتات اللي في البلد اللي مصابة سيستيميكالي بالفيروس؟ الإجابة بالتأكيد يس. إزاي؟ مين اللي حيمكننا من ذلك؟ العلم، ساينس. إزاي العلم حيمكننا من ذلك؟ هو ده موضوع الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. فالزراعة الحديثة لم تعد مثل الزراعة القديمة التقليدية اللي هي بتهتم بالمقننات السمادية وتزرع النبات على مسافة كام والنبات التاني يتزرع على مسافة كام. القضية ما بقتش مقننات سمادية ومسافات زراعة وبس. النهاردة الزراعة الحديثة بتعتمد على أكثر علوم العصر تقدما وتعقيدا، زي علوم البيوتكنولوجي وما آلت إليه من علوم الهندسة الوراثية أو جينيتك إنجينيرين. يعني في الزراعة النهاردة احنا عايزين طالب ثانوية عامة بمجموع 200% مش 100% عشان يستوعب هذه العلوم الحديثة والمتقدمة. على أي أحوال يعني تعال نشوفه بتتم إزاي عملية إنتاج نبات خالي من الفيروس من مجموع من النباتات مصاب جهازيا بيه. هتلاقي حاجة غريبة جدا في الإصابات الجهازية اللي هي systemic infection. الفيروس لما بيخش في الخلية وينتقل من خلية الأخرى بيغزو كل خلايا النبات، بس العلماء لاحظوا ملحوظة عجيبة إن الفيروس لا يصل إلى خلايا القمة النامية في النبات اللي هي آخر جزء من الساق بتاع الشوت سيستم أو المجموع الخضري. يمكن السلايد اللي قدامنا دي بتوري الحاله دي. ده نبات تيبيكال بلانت او نبات بالمناسبه بلانت او بلانت. بلانت الاثنين نطقين صح، بس بلانت بريتش، بلانت اللي هو امريكان. فخلينا ننطق النطق الصح ونقول تيبيكال بلانت. فالبلانت اللي قدامنا ده هتلاقوه زي ما انتم شايفين كده يتكون من تو سيستمز، شوت سيستم فوق سطح الارض وروت سيستم تحت سطح الارض. وزي ما انتم شايفين انا راسم الفيروس في شكل نقط حمراء. فالنبات كله مصاب جهازيا بالفيروس، فالفيروس موجود تقريبا في كل جزء منه. انما لو تبص كده على الساق تلاقي الفيروس جاء على الحتة الفوقانية خالص اللي احنا قلنا عليها الجروينج بوينت او القمة النامية او ما يطلق عليها الابيكال ميرستيم اللي هو الميرستيم القمي. هذه المنطقة بتبقى حوالي من 1 لـ2 ملم، يعني بتبقى عاملة زي سن القلم الرصاص. يعني مثلا لو احنا جبنا قلم رصاص زي ده ونعتبره هو الساق هيبقى طالع عليه الاوراق يمين شمال. لو انا شلت كل الاوراق قعدت اشيل فيها الاوراق كل ما تقرب من القمة النامية حجمها بيصغر زي ما انتم عارفين. فلو شلت كل الاوراق لغاية ما وصلت للجزء الطرفي من الستيم او الساق
هيبقى هو ده اللي ما يسمى بالقمة النامية. هذه القمة النامية لو بصيت لها لو جيت قطعتها بتقطع بمشرط معقم طبي، تقطع المنطقة دي فتطلع حتة عاملة زي سن القلم لما يتقصف. ناخد هذه السنة ولو كبرناها بقى تحت الميكروسكوب مكبر هنلاقي منظرها عامل زي القبة بتاعة القدس بالظبط، مكونة من عدد كبير من الايه من الخلايا المتطابقة identical cells. بيسموا هذه الخلايا خلايا ميرستيمية أو ميرستيماتيك سيلز. يعني ايه ميرستيماتيك سيلز؟ الخلية الميرستيمية في النبات بيتوفر فيها عدة صفات. أولا حجمها صغير، نمرة اتنين ان السيل وول بتاعها أو الجدار الخلوي بتاعها very thin رؤية، نمرة ثلاثة ان السيتوبلازم كوندنسد مركز بشدة، نمرة اربعة ان ما فيهاش فاكيول اللي هي الفجوة العصرية اللي موجودة في معظم خلايا النبات. في الميرستيماتيك سيلز ما فيش فجوات عصرية، ما فيش فاكيولز، وإذا تواجدت بتبقى حجمها صغير جدا ما تشافش إلا بالميكروسكوب الإلكتروني. النقطة الثانية إن حجم النيوكلياس كبير جدا بالنسبة لحجم الخلية، يعني يكاد يملأ جزء الخلية تقريبا. ولذلك بيقول لك الN over C ratio بتبقى عالية. الN اللي هو النيوكلياس الحرف الأولاني من كلمة نيوكلياس اللي هي النواة يعني، والسي الحرف الأولاني من السيتوبلازم كلمة سيتوبلازم. فلذلك لما تقسم النسبة بين الحجم النيوكلياس الN على حجم السيتوبلازم اللي محيط بيها اللي هو السي تلاقي النسبة عالية جدا لصالح النواة. يبقى إذن هذه هي الخلية. أهم ميزة في الخلية الميرستيمية الميرستيماتيك سيل إنها capable of cell division، قادرة على حدود على الانقسام، قادرة على الانقسام. ولذلك العلماء بيعملوا إيه؟ بييجوا لو قطعوا بقى بمشرط زي ما قلنا الاتنين مليمتر الفوقانيين خالص اللي ما فيهمش فيروس، هيطلع القمة النامية زي ما انت شايفها قدامك كده، مجموعة من الخلايا. طبعا انت شايف كده بعض الاوراق اللي هي لسه ما بنتش، ما تكشفتش، ما بقتش شكل الورقة الطبيعية اللي بنشوفها على اي نبات، لسه بداية ايه عاملة زي الودنة اللي بتطلع فوق في صبع الواحد. هذه الاوراق الجنينية بيسموها ليف بريموردي اللي هي بدائيات الاوراق، دي تعتبر جزء من القمة النامية يعني، او يعني نشأ عنها. فلو انا لو قطعت المنطقة دي ورحت زارعها على بيئة غذائية أنا ممكن أخلي الخلايا دي تنقسم. أنا عايزك تبص معايا كده على السلايد اللي جاية دي، على إيدك الشمال لفوق أهو باين كويس جدا هذا النبات اللي كنت مربطه في السلايد اللي قبليها، وقطعنا منه الواحد لاثنين مليمتر اللي في القمة النامية أهي. آدي الأبيكال ميرستيم، أوديه فين ده؟ لو حطيته على المكتب هيموت، عامل زي مقطع صبع واحد مثلا واحطه على المكتب بعد شويه يعفن ويموت، الانسجه تموت. انما لما كان موجود جزء في جسم الشخص كان بياخد الغذاء بتاعه من الجسم. نفس الشيء على الابيكال ميرستيم، لو قطعته من النبات ما يقدرش الجزء ده يعيش بره لوحده، فنضطر ان احنا نعمل له بيئه خاصه. هذه البيئه عباره عن ايه؟ زي شوربه الخضار، عباره عن ميه دايب فيها يعني قائمة من الأملاح الغذائية، أملاح ملهاش أول ولا آخر، أملاح معدنية زي مثلا الأمونيوم نيتريت، زي البوتاسيوم كلورايد أو الكالسيوم كلورايد، زي البوتاسيوم فوسفيت، زي مثلا المغنيسيوم صلفيت، قوائم ثلاث صفحات يمكن، وتروح مقلبهم. دي كل المعادن اللي النبات خلايا النبات محتاجه لها عشان تنمو وتنقسم. فبقلبها فين؟ بنسب معينه يعني. اللي عمل البيئه دي واحد اسمه، اثنين هم علماء يابانيين، واحد اسمه موراشيد والتاني اسمه سكوك. فسموا البيئه ام اس ميديوم على اساس خدوا الحرف الاولاني من موراشيد اللي هو الام والحرف الاولاني من سكوج اللي هو الاس، وسموها ام اس ميديوم. فهي خليط من او يعني محلول من هذه الاملاح المعدنيه مضاف اليها شويه امينو اسيدز، والامينو اسيدز يعني انتوا عارفينها بتخش في تركيب البروتين والنبات محتاج لها، بيدوبوا معاها شويه فيتامينز والنبات محتاج للفيتامينز، بيدوبوا معاها شويه سكروز كمصدر للطاقه،
والخلطة دي بقى مع بعض الأحماض العضوية أحيانا المهم بتبقى شوربة، بس شوربة دي سائل، فأنا علشان أخليها تجمد وتبقى زي المهلبية بحط لها إيه إيجار اللي هو بيسموه الأجار. هذا الإيجار بيتحط بنسبة 1% أو كذلك، ويتقلب من 1 لـ1.5 ويتقلب كله ويتعقم، وبعدين يتصب في أنابيب معقمة زي ما أنتوا شايفين كده. أنا عندي الأنبوبة اللي على الشمال دي أنبوبة معقمة، والجزء الأصفر التحتاني هي دي بيئة الـMS اللي محطوط لها الإيجار. طبعا البيئة بتبقى عاملة زي الرز بلبن أو المهلبية أو الجيلي، فممكن تحط على سطحها الجزء اللي احنا قطعناه من قمة النبات اللي هو الأبيكال ميرستيم. وبما ان هذا الجزء اتاخد من جسم النبات فبيسموه إكس بلانت، فهذا الجزء الإكس بلانت بنحطه على سطح البيئة بحيث ان السطح المقطوع بتاعه يبقى ملامس للبيئة. ليه؟ علشان يمتص الغذاء اللي موجود في البيئة كأنه بيبي بيرضع. لان شلناه بعيد عن امه، قطعناه من النبات الام اللي كان بيغذيه، فلما ياخد الغذاء يبدا الخلايا زي ما قلت لك من صفاتها القدره على الانقسام فتضطر تنقسم. فلو تصورنا جدلا ان هذا الابيكال ميرستيم كان بيحتوي داخله على 100 خليه، ده بس جاست فور ان اكزامبل، فلو خدنا المية خلية دول وانقسموا مرة واحدة هيبقوا 200، المتين لو انقسموا مرة واحدة يدوك 400-800 وانت ماشي كده، فتتكون لك كتلة عاملة زي الورم السرطاني. هو طبعا لا سرطان ولا حاجة، دي خلايا طبيعية بس من عادتها الانقسام السريع. فلما تعمل الكتلة دي بتبقى كتلة غير منتظمة عاملة زي التوتة بالظبط اللي احنا بناكلها، التوت الابيض ده، فتتكون لك كتلة كده من الانسجة غير المنتظمة الشكل بيسموها الكلص. هذا الكلص ممكن اقطعه زي البطاطساية، اقطعه 100,000 حتة، وكل حتة اخدها وانقلها على بيئة فريش تديني كلص من جديد. يعني ممكن اعمل اطنان من هذا النسيج. النسيج ده بيطلق عليه التشو كالشر، مزرعة الأنسجة. فكأني أنا زارع الأنسجة هنا هو، لأن تعريف مزرعة إيه؟ لو عندك مزرعة فراخ، المزرعة عبارة عن مكان يحتوي على أكل معين ويحتوي على كائن حي معين. فمزرعة الفراخ مين هو المكان؟ العش. طب مين الأكل؟ الدور. مين الكائن الحي؟ الفرخ. لو مزرعة أرانب يبقى الحظيرة هي المكان، البرسيم هو الغذاء، الكائن الحقيقي هو الأرانب. طب فين هنا المزرعة؟ المزرعة هي أنبوبة الاختبار، ده المكان. طيب فين الأكل؟ الام اس ميديا بالإضافات اللي احنا قلناها. طيب مين هو الكائن الحي؟ نسيج تيشو. هذا التيشو يعتبر هو الكائن الحي، وبالتالي احنا بنتعامل مع مزرعه انسجه تيشو كالشر. هذا التيشو كالشر بعد ما يتكون الكلص احنا قدامنا 3 مسارات زي ما انت شايف كده في الرسم. سهم اخضر طالع لفوق ومكتوب عليه سايتوكاينين، وسهم احمر نازل لتحت مكتوب عليه اوكسين، وسهم في النص مكتوب عليه الاثنين سايتوكاينين مع اوكسين. لو انا خدت المسار الفوقاني ده اللي هو مكتوب عليه السيتوكاين اللي هو السهم الاخضر، انا عايز يمكن قبل ما اشرح الحته دي انبهكم لان النبات زيه زي البني ادم والحيوان عنده مجموعه من الهرمونز اللي بتنظم وظائفه الفسيولوجيه، بس هرمونات كتيره ده عليها كتاب تخن كده اضخم من كتاب المولد اللي هو قاموس المولد، بس مقدمه على البلانتو هرمونز. إنما إحنا هنا هنركز على مجموعتين أساسيتين، مجموعة بيسموها الأوكسينز ومجموعة بيسموها السيتوكاينينز. السيتوكاينينز الأخضر الفوقاني ده بيسموه الشوتينج هرمون، لأن لو حطيته على نسيج غير متكشف اللي هو زي كلص يخليه يعمل شوت سيستم أوراق خضراء وساق ويبقى إيه كأنك عملت نص النبات الفوقاني. أما الأوكسين ومنه هرمون مشهور قوي، اصل الاوكسينز دي مجموعه، الهرمون المشهور فيها اسمه الاندول اسيتيك اسيد
على فكرة بالمناسبة إن دول أسيتيك أسيد أول مرة اكتشفوه بول الإنسان، واللي اكتشفه راجل بريطاني عظيم موجود في أبرستوس، يعني في جامعة أبرستوس في شمال بريطانيا. فليل إنه هو أصله الناتج النهائي لتحطيم أمينو أسيد اسمه التريبتوفان، والتريبتوفان لما بيتكسر بينتهي في الآخر بالباي برودكت ده اللي هو الاندول أسيتيك أسيد الإنسان بينزله مع البول. إنما ده بلانت هرمون، هرمون نباتي النبات بيصنعه علشان يستعمله للوظيفة اللي هو إيه ربنا هيئه ليها. الأوكسين على عكس السيتوكاينين، الأوكسين يعمل روتينج، وذلك بيسموه روتينج هرمون. لو حطيته على خلايا نبات مش متكشفة undifferentiated يعني يدينك جذر، تصور بقى. ولذلك تعالى ناخده المسار الفوقاني بقى، لو أنا خدت كتلة الكلص دي وحطيتها على بيئة أخرى في أنبوبة أخرى، وكان البيئة بتاعت الـMS دي بمحتوياتها اللي احنا قلناها حطينا مع البيئة شوية سيتوكاينين، هتلاقي الكلس ابتدى يطلع نباتات خضراء فوق زي ما انت شايف يعمل شوتينج. طب افرض رحت جايب الكلس اللي طلع شوتينج ورحت واخده زي ما هو كده ورحت حطه في انبوبه تانيه على بيئه تانيه ام اس فريش، بس حطيت لها اوكسين، انت عارف ايه اللي هيحصل؟ هيتكون روت. يبقى اذا اتكون لي نبات كامل، بيبي بلانت، نبات طفل صغير نبات. لو كان نخلة، لو كان الجزء اللي هو الأبيكال ميرستم ده متاخد من نخلة، هتلاقي نخلة مسخوطة من جوه أنبوبة الاختبار، أنبوبة الاختبار يمكن طولها حوالي 15 سنتي أو كذلك يعني، فهتلاقي النبات الكامل كده. طب إيه رأيك لو خدنا المسار الأحمر بقى اللي هو نازل لتحت، يعني تاخد الكلس وتحط عليه أوكسين يوم يديك روت الأول. لو تاخد الجزء الكلس اللي عليه الروتس وتحطه على بيئه فيها سيتوكاينين هيدي لك نفس النتيجه، تنتهي بنفس النتيجه ان يبقى عندك تيست تيوب بيبي بلانت، يعني ايه طفل انابيب الاختبار او نبات اطفال النبات بتاعت انابيب الاختبار. طيب لو انت خلطت الهرمونين ببعض سيتوكاينين مع اوكسين وخدت المسار بقى اللي في النص، ممكن تعمل العمليه دي في خطوه واحده، تاخد الكلس وتعمل منه نبات كامل. طبعا النبات الكامل ده هيبقى نبات زي الاصل اللي احنا خدنا منه الابيكال ميرستم بالظبط، لان انا واخد حته من جدته حته منه، زي ما اخد حته مثلا من ودنك كده وازرعك في انبوبه اختبار. طبعا ده مش هيحصل لانك مش هتنمو، لان النبات عنده صفات مختلفه عن البني ادم. النبات ممكن اخد منه خليه واحده، مش هقول لك الابيكال ميرستم، خليه واحده سنجل سيل، شوف الاعجاز العلمي بقى، تاخد سنجل سيل وتزرعها على البيئه دي تدي لك كلص وتلعب بالهرمونات بالسيتوكاينين والاوكسين تطلع نبات كامل، صدق او لا تصدق. بهذه الطريقة حصلنا على تيست تيوب بيبي بلانت. على فكرة العلوم الأخرى الطبية زي الطب البشري والبطري خدوا الفكرة من هنا، بس اوعى تفتكر انت ساعات بتشوف عيادات في الشارع ومراكز طبية تقول لك اللي ما بيخلفش يجي عندنا نخليه يخلف، لأن عندهم التكنيك بتاع الانفيترو فيرتلايزيشن، بيروح للأب أو للزوج والزوجة ياخدوا من الزوج الحيوان المنوي ودي نص خلية، وياخدوا من الأم الأوفر البيضة اللي هي نص خلية ويخلوهم يلتحموا مع بعض فيرتلايزيشن تحت الميكروسكوب، ويعملوا الزيجوت اللي هي أول خلية مشروع في إنشاء فرد جديد اللي هو هيبقى ابنهم اللي هم بيتطلعوا إليه. يسيبوا الزيجوت اللي هي الخلية الأولانية دي يسيبوها في طبق بتري كده، طبق مخصوص بنستعمله في البحوث، يقوم يخلي الزيجوت ينقسم خليتين أربعة ويعمل لك كتلة صغنونة كده زي ما يكون حتة تتاية صغنونة، بس ما مش ياخدوها بقى ويدخلوها في أنبوبة زي ما شفنا هنا وتلاقي بيه بيتكون جوه أنبوبة الاختبار. خلي بالك ما بيحصلش بالمنظر ده، ده هم بيخلوا الزيجوت ينقسم وعلى بال ما يعمل له كام خليه كده يروحوا واخدينه على طول ومدخلينه في رحم الام اللي هي جات العياده علشان عايزه تخلف. يبقى هذه الام هي امه الطبيعيه، فيحطوه في الرحم ويكبر جوه الرحم فيعمل الرحم كانه انبوبه الاختبار بالظبط.
فالقصة مختلفة، أنا بس حبيت ألفت نظركم علشان محدش يتصور إن أطفال أنابيب الاختبار اللي بنسمع عنها في الإنسان بتتم بنفس الطريقة بتاعت النبات يعني. طيب على أي الأحوال، تعالوا بصوا كده، أنا عايز أوريكم بقى إيه صور حقيقية لكيف يتم هذا. طبعا أنتوا شايفين على السلايد اللي قدامكم كلها لازم تتم تحت ظروف أسيبتك، يعني لازم تبقى under aseptic conditions، تحت ظروف معقمة، وإلا تبقى مشكلة. يعني لازم نعقم النبات اللي احنا قطعنا منه الأبيكال ميرستيم، ولازم نستخدم مشرط معقم، ولازم نعقم الأنبوبة ونعقم البيئة والقطن اللي بنسد بيه الأنبوبة، كل ده لازم يتم تحت ظروف معقمة. بنعمل الكلام ده فين؟ في حجرة عاملة زي حجرة العمليات بالظبط، محدش يقدر يخش فيها إذا كان لابس لبس زي الأطباء الجراحين اللي بيخش أوضة العمليات. ففي عندنا كمان مش كده وبس، جوه أوضة التيشو كالشرينج أو زراعة الأنسجة هتلاقي كبائن خاصة موجودة. هي السلايد اللي جاية قدامك اهي، دي أحد الباحثين قاعدة بتشتغل في القصة اللي احنا شرحناها في السلايد اللي فاتت دي، وهي عمالة تقطع في الأبيكال ميرستيم وتزرعه وحاجات زي كده. لما يبقى الإنتاج على لارج سكيل، على مدى واسع، بيبقى فيه أكثر من باحث بيشتغل، وخاصة لما نستعمل هذا التكنيك للبروباجيشن بتاع النبات، يعني لإكسار النباتات. فبص كده الصورة اللي قدامك، السلايد اللي قدامك، باين مجموعة من الفنيين في زراعة الأنسجة شغالين تحت ظروف كاملة التعقيم. يعني ايه رأيكم بقى المراحل المختلفة للتيشو كالتشرين؟ نوريها لكم حقيقة. السلايد اللي قدامك دي احنا مقربين قوي على سطح البيئة ام اس داخل انبوبة الاختبار. طبعا انا كان ممكن استخدم بدل انبوبة الاختبار اي وعاء زجاجي اخر، وليكن برطمان من البرطمانات العادية اللي زي اللي بنحط فيها المربى، بس بتبقى برطمانات يعني من زجاج جيد الصناعة، وبيشترى من بعض شركات البيوتكنولوجي العديدة يعني. وحنشوف برطمان منهم في احد السلايدز، انما المهم انا هنا وريت لكم الشكل بيكون ازاي داخل انبوبه اختبار. فده كلوز اب على السطح بتاع البيئه، وباين الابيكال ميرستيم محطوطه اهو قدامكم، الجسم المخروطي ده لو سبناه يتكاثر قلنا بيكون كلص. هذا الكلص باين في السلايد اللي بعديها، كتلة غير منتظمة من الخلايا المتطابقة، كلها ميرستيماتيك سيلز كيبابل اوف سيل ديفيجن زي ما قلنا. لو بصيت السلايد اللي بعديها دي بالتأكيد المفروض انت بقى ترد دلوقتي عليا وتقول لي دي محطوط في البيئة ايه. لو تبص كده تلاقي في شوت او مجموع خضر يتكون فوق، يبقى بالتأكيد اتحط في البيئة مين؟ السيتوكاينين، اللي هو الهرمون اللي بيشجع على انقسام ايه الخلية ويعمل مجموع خضري، دي من صفاته يعني. لو تبص السلايد اللي بعديها دلوقتي هتقول لي برضو انت هتستطيع انك تستنتج ان السلايد اللي بعديها دي اللي كلص عطى فيها روت سيستم، بس لان البيئة اتحط فيها مين؟ الاوكسين. والاوكسين بيعمل روتينج او تكوين جذر خصوصا على التركيزات القليلة جدا. انت عارف لو زودت الاوكسين، دي حتة جانبية كده، لو زودت تركيز الاوكسين ممكن الروت ما يتكونش خالص، ولذلك لازم تتعامل تجارب عشان نشوف التركيز الامثل اللي يدينا الاوكسين، غالبا بيبقى تركيزه منخفض جدا يعني. فده انبوبه بتبين مرحله تكوين الروتس في وجود ايه؟ الاوكسين. لا طبعا اي منهم سواء اللي كان فيه شوت او اللي كان فيه روت، لو حطينا بقى الهرمون الاخر هيدي لك النبات الكامل اللي هو باين قدامك دلوقتي. دي تيست تيوب عليها نبات كامل، تيست اللي هو اللي سميناه ايه؟ تيست تيوب بيبي بلانت، اللي هو نبات أنابيب أو أطفال أنابيب الاختبار في مجال طب النبات أو النباتات يعني. السلايد اللي بعديها بتوري لك برضو أنبوبة ظريفة في إيدين أحد الباحثين، ومبينة النبات البيبي. زي ما قلت لك ممكن النبات ده يبقى أصله نخلة كبيرة، تصور بقى حبسنا هذا الجني
في داخل هذه الأنبوبة هذه النخلة اللي قد تكون بارتفاع عمارة حطنا احنا دلوقتي بالتكنولوجيا مزارع الأنسجة، ودي احدى تقنيات البايو تكنولوجي، وده نوع من الإعجاز العلمي يعني. وهتتعجبوا ان كل الموز اللي انت بتشتريه الغالي اللي هو بستة وسبعة جنيه اللي بيتباع في الاسواق دلوقتي هتلاقيه انتاج مزارع انسجة، لان لازم ينتجوه عشان يبقى خالي من الفيروس عشان يبقى صحته حلوة ويديلك محصول كبير وتبقى المزايا كبيرة تسعد بيها وانت بتاكلها يعني. طيب السلايد اللي قدامكم دي مورياكو احد البرطمانات الصغيرين هي وموجود فيها ايه تيست تيوب بيبي بلانت اهو. وانا لقيت السلايد دي ظريفه جدا فقلت اجيبها لكم برده. دي سلايد بتوضح نبات اسمه الاوبونشا. الاوبونشا اللي هو التين الشوكي. التين الشوكي لو شفتوه احنا بنشوفه في الساحل الشمالي، حجم الشجره بتاعت التين الشوكي او الشجيره بتاعته بتبقى قد الاوضه اللي انت قاعد فيها. تصور بقى لما نسخته ويبقى موجود جوه انبوبه بهذا الحجم تخن عقله الصوبع بتاعتك. فدي ثلاث مراحل بتبين مراحل نمو التست تيوب بيبي بلانتين. طبعا النبات اللي عايش جوه انبوبه اختبار او جوه جار برطمان بالمنظر ده، ده نبات مرفه جدا، الاكل واصل له لغايه عنده، الرطوبه عاليه جوه، بيعرض لنسبه اضاءه محسوبه ولمده معلومه، كل حاجه ودرجه حراره معينه تلائم نموه، يعني كل حاجه متظبطه حواليه، عامل زي العيل اللي موجود في حضانه اتولد قبل ميعاده فالام المستشفى خدوه من امه وحطوه في حضانه، فالعيل ده ما تقدرش تاخده وتطلع تقف في البلكونه، ما ينفعش يموت منك. نفس الكلام هنا، ان النبات المسخوط ده اللي هو التست تيوب بيبي بلانت ما تقدرش تاخده تزرعه في الحقل على طول والا يموت ينشف، فلازم تنقله بالتدريب بالعقل كل حاجه بالعقل. فتروح واخده وزرعه في بيئه خاصه، تربه خاصه من مواد عضويه متحلله بيسموها البيت موس. البيت موس وهذه البيئه بتتحط في شاليه صغنونه كده صغيره قوي سمول بوت، والسمول بوت دي معموله برده من بيت موس وهي ماده قابله للتحلل وبتبقى مكبوسه بتبقى عامله زي الكرتون. شفت الكرتون التخين بيبقى عبارة عن ألياف سليولوز مكبوس، فنفس القصة البوت الصغيرة دي بتبقى عاملة بالمنظر ده، بيبقى شكلها بالظبط كأنك بتعرفين الصينية اللي بنجيب فيها البيض دي كرتون. ايه رأيك لو قطعنا حتة منها تمثل يعني ايه حفرة واحدة من الحفرة اللي بتحط فيها بيضة واحدة. هذا الجزء اللي عامل زي الكوباية ده هو ده اللي بيبقى الشالية الصغيرة، يمكن تشوفوها في السلايد كده، الشالية اللي جوه الشالية الكبيرة اهي لونها بني فاتح كده، فدي بيتزرع فيها النبات اللي لسه طالع من مبدأ الاختبار وبيتغطى بكيس نايلون. ولما يكبر شوية ننقله لمين؟ ننقله للشالية الكبيرة اللي هي الخضرة اللي قدامكم دي. طبعا فيها برضو بيت موس بس بيت موس متحلل وكله معقم، وبعدين بنغطيه زي ما قلنا بالكيس البلاستيك. ليه؟ عشان كل يوم الصبح نيجي نصبح عليه ونخرمه بكام خرم كده بإبرة أو بإبرة تشريح أو إبرة عادية يعني. المهم بنعوده على إنه يتصل بالعالم الخارجي، يعني الهواء يخش له ويطلع من عنده عشان ما ياخدش برد ويتعرض لمشاكل. وكل ده بيبقى داخل حجرات خاصة متحكم فيها تحكم شديد الدقة في كل العوامل اللي قلناها واللي هنشرحها بعد شوية صغيرين. بس قبل ما نشرحها نوريكم السلايد الظريفة دي. دي سلايد من يعني نتاج البحوث اللي اتعملت تحت إشرافنا، وباين فيها على إيدك الشمال هو الكلس والتطور التدريجي للنبات اللي هينتج عنه مراحل، كل المراحل موجودة عندك في هذه الجارز كاملة. وهتستعجب هذه المزارع التشو كالتشر ده لنبات القصب. شوف القصب اللي ارتفاع العود بيوصل لسبعة متر، احنا حابسينه جوه انبوبه الاختبار.
أو الجار اللي هو الصغير. زي ما قلت لكم هذه الأنابيب والأوعية والأنابيب لابد أنها تحفظ بما داخلها من أنسجة في حجرات فولي كنترولد متحكم فيها أوتوماتيكيا. والسلايد اللي جاية دي بتوري لك هذه الحجرات، بيسموا هذه الحجرات فايتوترونز. فايتوترونز هي حجرات مكلفة بتبقى مقفولة زي قطة العمليات، معقمة جواها درجة الحرارة مظبوطة، الرطوبة مظبوطة، شدة الإضاءة مظبوطة، الفوتو بريود اللي هي مدة الإضاءة مظبوطة، كله يعني جوه الجو كنترول بالكمبيوتر. ولذلك في شاشة لو تلاحظوا كده على الأوضة الأولانية باينة، هي الشاشة، شاشة بتوري لك درجة الحرارة جوه بالديجيتال، وتسجل لك درجة الحرارة بالليل وبالنهار لأنك مش هتنام جنبها، فبتروح وتيجي الصبح تلاقي الايه التشارت بتاعت الحرارة يقول لك إذا حصل زبزبة جامدة ولا لأ، كان في مشكلة حصلت بالليل الكهرباء اتقطعت. وطبعا في الدول المتقدمة اللي فيها الكلام ده ما فيش حاجة اسمها كهرباء اتقطع، إنما الاحتياط واجب يعني. فبحيث إن لو أي حاجة اتقطعت جوه، الكهرباء اتقطعت، رطوبة، جهاز ضبط الرطوبة خسر، أي تغير اللمبات، أي حاجة حصلت غير طبيعية، درجة الحرارة ارتفعت عن الطبيعي، السرينة تضرب. يجي في واحد طبعا من الحراس اللي قاعدين بتوع المعامل، بحيث ان هو جاري يبلغ الباحث، يجي جاري يظبط الموضوع ويستدرك الامر يعني. السلايد اللي بعديها نفس الفايتوتروم بس موديلات احدث، ودي موجودة في الجامعات المتقدمة، وعندنا في بعض الجامعات المصرية عندنا هذه الفايتوترونز، وأحيانا بتتعمل يدوي يعني. المهم ما بتبقى زي اللي هي الفولي أوتوميتد، إنما بتأدي الغرض يعني. وفي أحد الباحثين هي فتحة إحدى هذه الحجرات وتتعامل مع النباتات بتاعتها. طبعا النبات بعد ما يقعد في هذه الحجرة اللي عاملة زي الحضان اللي قلنا عليه، البيبي بتحط فيه لما يطلع بريماتيور بيبي اللي هو الطفل اللي هو ما كملش المدة الطبيعية في بطن أمه، فبيتحط في حضانات. ولذلك النباتات جوه تعتبر بالنسبة لها الفايتوترونز كأنها حضانات. لما يطلع بقى من الحضانات دي ما يطلعش على طول على الحقل، إنما بيودوه في جرين هاوس زي السلايد اللي قدامك دي. دي جرين هاوس، الباب بتاعها قدامك موجود اهو. الجرين هاوس دي مخصوصة بيبقى لها بابين، يعني باب تخش منه تلاقي صالة ضيقة قوي صغيرة، قبل ما تفتح الباب التاني لازم تقفل الباب اللي انت عديت منه. وبعدين في دشاش تنزل مطهرات علشان تموت اي حشره تكون هربت ودخلت معاك، لان الحشرات بتنقل الامراض الفيروسيه. وبالتالي خلي بالهم على العيانين اللي جوه، او الناس السلام اللي جوه، معيوش اللي هي مين هم الناس السلام اللي هم التست تيوب بيبي بلانتس اللي دخلناهم في الجرين هاوس او الصومه. ولذلك لما تفتح الباب التاني يبقى انت تخش وانت مطمئن، ولازم تغسل رجليك، حاطين لك حوض كده خاص فيه ماده مطهره بحيث تغسل تنزل الجزمه فيها فيطهر الرجلين قبل ما تخش الصوبه. بعد ما تخش الصوبه تحط الحاجه بتاعتك اللي هي النباتات اللي طلعت، بحيث تعمل لها اكلاماتيزيشن. اكلاماتيزيشن يعني بيسموها بالعربي اللي هو اقلامه. اقلامه دي مختلفه عن كلمه ادابتيشن، مش ادابتيشن، اكلاماتيزيشن، لان المصطلحين مستعملين في علوم البيولوجي واخشى انك انت تتلخبط بينهم. الادابتيشن رغم ان الاثنين ترجمتهم واحده بالعربي يقول لك اقلامه، انما الادابتيشن يقصد بها الاقلامه بتاعه الكائن الحي التطوريه التي تحدث على مدى ملايين من السنين، ده يسموه ادابتيشن، يقوم يتاقلم على الظروف المناخيه الجديده. اما لما تعود النسيج بتاع الكائن الحي او النبات اللي عندك للظروف البيئيه الجديده اللي انت عايز تعرضه ليها فيسموا دي اكلاماتيزيشن. ممكن تستبدلها بكلمه هاردنينج. هاردنينج جايه من كلمه هارد، وهارد يعني جامد، هارد يعني جامد، يبقى هاردنينج تقسيه، تقويه، تخشنه.
فلما تحطه جوه يبقى دي اول خطوه في الهاردنينج او الاكلماتيزيشن. بعد كده تروح نقله لصوبه تانية اللي هي قدامكم دي، دي صوبه معموله من البلاستيك اكثر انفتاحا على العالم الخارجي، على البيئه الخارجيه دي، قبل اخراجه بقى للحقل على طول. طبعا لما انت زي ما انت شايف كده العنبر عامل زي عنبر العيانين في احدى المستشفيات، بس دول عنبر من الناس الاسوياء اللي هم يعني صحتهم كويسه، اللي هم ناتج التيشو كلتشر، وهم كلهم كان اصلهم تيست تيوب بيبيز ومحطوطين، ولذلك تلاقيهم منظرهم ايه؟ مفيش واحد اكبر من الثاني او اطول من الثاني، كانهم بالظبط حاجات معموله صناعي. زي علب قها كده اللي بتاعه المربى، تلاقي كل العلب واحده بنفس المواصفات، نفس الوزن، نفس القطر، نفس كل حاجه. ولذلك دي احدى مميزات التيشو كلتشر، ان بيدي لك منتج يونيفورم، يعني ايه؟ كله زي بعضه. اتمنى تكونوا سعدتوا بهذه الحلقه، وان شاء الله اشوفكم في حلقه اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.